انا خويا عندي مشكل مع الزروالي ودابا السيد عاوني وجيت انا يا ام ابتسام. هي ابتسام انتم كتشوفوا الحاله ديالها كي دايره، وحنا دابا السيد عاونا وغنطلبوا الله يبين الحق. المهم دابا حنا في التحقيق، لان داك الشيء اللي كاين عندي عليه بالدليل وعندي عليه بالشهود، ونطلبوا ربي سبحانه وتعالى هو يبين الحق. هادشي اللي غادي نقول لكم اخوتي. اتهام اللي اتهمتوا انتم استاذ؟ انا اتهم الواحد اللي عندي هو الفيديو اللي دار مع راجلي، علاش دار واش من الحق باش يدير داك الفيديو. واتهام عاوتاني الثاني هو على الفلوس ديال ابتسام اللي كلالها، لان جاو تصوروا معايا وضحكوا عليا وداو الفلوس، هذا هو اللي بقات فيا انايا. تصور معاك؟ صورت معايا مو اختو جاو صوروا وداو الفلوس، حطوا لي 4 المليون وداو 3 المليون وخلاو لي 100000 ريال. وحنا تابعين، احنا تابعين. الا كانت هاد الشيء ديال المكناس ما قدرنا والو، نطلعوا حتى للرباط. صافي المهم انا باغا حقي يبان، انا كنطلب حقي يبان، والله سبحانه وتعالى هو اللي غيبين الحق اخويا. وكيفاش عملوا معكم اليوم القضاء؟ لا مزيان الحمد لله، تسامعوا لينا وتصنتوا لنا مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد الحمد لله. دوزي شي رساله؟ لا كنطلب رساله، تعيني هاد الرساله اللي كنوجه هاد الرساله السلطه المغربيه. كنشكرهم بزاف لان دايرين خدمتهم، والقضاة دايرين خدمتهم. والله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا، والله يجعل ربي يبين الحق. لان هاد السيد طغى وطغى بزاف كاع، هاد السيد طغى علينا وطغى علينا فوق الجد. الله ياخذ الحق. شكون اللي كاين الداخل دابا مع؟ كاينين كاملين كاع الضحايا، كاينين شي 10 ديال الضحايا اللي كاينين. 10 ديال الضحايا اللي كاينين.